بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. دي محاضرتنا السابعة، إن شاء الله نستكمل اللي قلناه في المحاضرات اللي فاتت. نفتكر مع بعض كده احنا قلنا ايه في الست محاضرات اللي فاتت. الحقيقة احنا بدأنا في بالموضوع الأول. الموضوع الأول كان بيتكلم عن مفاهيم أساسية في إدارة الإنتاج والعمليات. خلصنا الموضوع ده، بدأنا في الموضوع الثاني. الموضوع الثاني ده كان جزئين الحقيقة. الجزء الأول هو الجزء النظري. اتكلمنا في الجزء النظري عن قرارات إدارة الإنتاج والعمليات من خلال 6 نقط مختلفة قلناها بالتفصيل خلال محاضرتين. بدأنا في نهاية المحاضرة اللي فاتت في الجزء العملي. الجزء العملي بيتكلم عن المدخل الكمي لقرارات إدارة الإنتاج والعمليات. ايه المدخل الكمي؟ ازاي استخدم النماذج الرياضية او الاساليب الكمية عشان اقدر اخد القرارات الخاصة بادارة الانتاج والعمليات، او القرارات المناسبة، او القرارات بشكل امثل الخاصة بادارة الانتاج والعمليات. هناخد من خلال المدخل الكمي ده حاجة اسمها مصفوفة القرارات. بدأنا فيها المرة اللي فاتت، عرفنا إن مصفوفة القرارات عبارة عن جدول. أي جدول بيتكون من صفوف وبيتكون من أعمدة. نفتكر قلنا ده جدول، دي مجموعة من الصفوف. قلنا إن الصفوف بتمثل البدائل أو الاستراتيجيات التي يجب الاختيار من بينها. الاستراتيجيات التي يجب الاختيار من بينها، قلنا إن ممكن يكون عندي البدائل بتاعتي أو الاستراتيجيات، إن أنا ممكن أنتج 100 وحدة مثلا أو أنتج 200 وحدة، دول بديلين قدامي. طب أنتج 100 ولا أنتج 200؟ في نفس الوقت الأعمدة دي المكون التاني للجدول، كل عمود من هذه الأعمدة بيمثل حالات متوقع حدوثها في المستقبل. جميل. يبقى الأعمدة بتمثل حالات متوقع حدوثها في المستقبل، زي حالات الطلب بس. ممكن يطلب مني 100 وحدة، ممكن يطلب مني 200 وحدة، ممكن يطلب مني 300 وحدة، وهكذا. يبقى أنا عندي الصفوف بتمثل بدائل أو الاستراتيجيات، عند الأعمدة تمثل حالات من المتوقع حدوثها في المستقبل. قلنا إن نقطة التلاقي ما بين الصف ده على سبيل المثال، والعمود ده، المنطقة دي بسميها خلية. يبقى الجدول بيتكون من صفوف وأعمدة وخلايا. طب الخلية دي عبارة عن إيه؟ الخلية دي بيوضع فيها الأرباح أو التكاليف، الأرباح اللي بتحصل عليها المنظمة أو التكاليف التي تتحملها المنظمة عندما تنتج 100 وحدة، لأن ده الصف بتاعها، ده الاستراتيجية بتاعتها أو البديل بتاعها، ويطلب منها 100 وحدة. هنلاقي إنه هنا رقم تاني خاص بالأرباح أو التكاليف لما المنظمة تنتج 100 وحدة، وفي حالة تانية هي يطلب منها 200 وحدة، وهكذا. يبقى مصفوفة القرار عبارة عن جدول بيتكون من صفوف، من أعمدة، بيتكون من خلايا. عرفنا الصفوف بتعبر عن البدائل أو الاستراتيجيات، الأعمدة بتعبر عن حالات متوقع حدوثها في المستقبل، الخلايا إما بيكون فيها أرباح أو بيكون فيها تكاليف تتحقق عند تلاقي بديل معين مع حالة معينة في المستقبل، أو استراتيجية معينة مع حالة من المتوقع حدوثها في المستقبل. دلوقتي هناخد مثال رقمي على مصفوفة القرارات. إذا علمت أن كمية المبيعات اليومية التي يتوقعها مدير التسويق ب
بيتوقعها مدير التسويق، يبقى إذن دي حالات من الممكن أن تحدث في المستقبل. مظبوط زي ما حضرتك بتقول بالظبط، يبقى طالما هي حالات من المتوقع أن تحدث في المستقبل يبقى دي هتمثل صفوف ولا أعمدة؟ بالظبط هتمثل أعمدة. طب إيه هي الحالات التي يمكن أن تحدث في المستقبل أو المبيعات التي يمكن أن تحدث في المستقبل؟ هي 40 وحدة. أربعين وحدة أو 41 أو 42 أو 43 أو 44 أو 45، يعني الكلام ده. يعني الراجل ده متوقع إنه ممكن يحصل في المستقبل إنه المبيعات كل يوم تكون 40، دي حالة. الحالة التانية ممكن تكون 41، الحالة التالتة ممكن تكون 42 وهكذا، الحالة الرابعة 43 أو 44 أو 45، دي الحالة السادسة. وبعدين بنقول إيه في المثال؟ بنقول إذا كان سعر بيع الوحدة 10 ريال، يعني الوحدة دي بتباع ب10 ريال وتكلفة إنتاجها 6 ريال، وتباع الوحدة المتبقية في نهاية اليوم كنفاية أو خردة مقابل 3 ريال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ببيعها ب10 بتكلفني 6 وبيتم بيعها كنفاية أو خردة في نهاية اليوم مقابل 3. تعالوا ناخد مثال. نفترض ان انا في مصنع معجنات بينتج بيتزا معينة او معجنات معينة، او في مصنع عصائر طازجة، سواء بينتج بيتزا معينة او نوع معين من المعجنات او عصائر طازجة، نلاقي سعر البيع زي ما قلنا من شوية 10 ريال. ممتاز. طيب هو المعجنات اللي بينتجها، البيتزا اللي بينتجها، او ازازة لتر العصير اللي بينتجه بتكلفه كام؟ يبقى التكلفة 6 ريال. يبقى الراجل ده بيكسب كام؟ ايوه سمعك، هو بيبيع ب10 بتكلفه 6 يبقى بيكسب 4 ريال. طيب لو زجاجة العصير ما اتباعتش او المعجنات ما اتباعتش، لا تعتبر طازجة في هذه الحالة، فبيبيعها مثلا لمزارع دجاج او لمنظمات أخرى بتستخدم المخلفات دي، سواء العصير الغير طازج أو بيبيع العصير البايت أو الغير طازج بسعر أقل كنفاية، بيبيعه كنفاية الإزازة الواحدة ب3 ريال أو المعجنة الواحدة أو البيتزاية الواحدة ب3 ريال. يبقى إذن الراجل ده لو أنتج بيتزاية أو أنتج إزازة عصير وما باعهاش في نفس اليوم، هي بتكلفه 6 هيباعها ب3، يبقى هيحقق خسائر نتيجة عدم البيع. الراجل ده ما باعش. طب الخسائر اللي هيحققها كام؟ هي كلفته 6 هيبيعها ب3، يعني هيخسر 3، وقلنا الرقم بالسالب لأنه دي تعتبر خسارة. يبقى عرفنا دلوقتي ايه معنى الكلام اللي موجود عندنا في التمرين. نكمل. المطلوب تحديد الكمية المطلوب إنتاجها يوميا لتحقيق أكبر ربح ممكن في ظل الحالات والمعايير التالية. يبقى مطلوب من حضرتك هنا إنك تحسب الكمية اللي المفروض أنا أنتجها يوميا، بعد ما عرفت إن أنا ممكن يطلب مني 40 أو 41 أو 42 أو 43 أو 44 أو 45. أنا لحد دلوقتي مش متأكد هيطلب مني كام، ولو تفتكر إحنا قلنا إن مصفوفة القرارات يتم استخدامها في حالتين، حالة المخاطرة والحالة التانية حالة عدم التأكد. جميل. المطلوب من حضرتك دلوقتي تقول لنا المصنع ده المفروض ياخد قرار بإنتاج كام وحدة كل يوم عشان يحقق أكبر ربح في ظل مجموعة من الحالات والمعايير التالية. حالة المخاطرة، يبقى الحالة الأولى هي حالة المخاطرة باستخدام المعيارين التاليين. المعيار الأول اسمه معيار صافي القيمة المتوقعة، وبعدين قال مع العلم أن احتمالات الطلب المتوقعة هي 10% 15% إلى آخره على التوالي. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا إن دي حالة مخاطرة. لو تفتكروا إنه في ظل حالة المخاطرة كان بيبقى عندي احتمالات أو حالات من المتوقع حدوثها في المستقبل. ما أنا عندي حالات هي متوقعة أن تحدث في المستقبل، ممكن أبيع 40 أو 41 أو 42 أو 43. ده مش بس كده، كان عندي احتمال لكل حالة، ودي الاحتمالات 10% 15% 15% وهكذا على التوالي. يعني 10% دي هي احتمال ال 40، دي احتمال إن أنا أبيع 40، وال 15% دي هي احتمال إن أنا أبيع 41 بالترتيب، وال 15% دي
هي احتمال ان انا ابيع 42، وهكذا الى ان اصل الى 45 وحدة هيكون احتمالها 15%. وطبعا لازم افكر حضرتك ان دي احتمالات، يعني مجموع هذه الاحتمالات لازم يساوي 100% او يساوي 1 صحيح. جميل. طب ايه المطلوب التاني؟ المطلوب التاني هو معيار عدم كفاية السبب، احدد ايه الكمية المطلوب انتاجها اللي هتحقق لي اكبر ربح ممكن وفقا لمعيار اسمه معيار عدم كفاية السبب. ويبقى في حالة المخاطرة هستخدم معيارين، معيار صفر القيمة المتوقعة هنقوله بالتفصيل دلوقتي وحضرتك ان شاء الله تفهمه كويس. المعيار التاني هو معيار عدم كفاية السبب، برضه هنقوله بالتفصيل. الحالة التانية هي حالة عدم التأكد. يبقى كان عندنا حالة مخاطرة، حالة عدم تأكد. افكرك ان حالة عدم التأكد لما شرحناها قبل كده كنا بنقول ان في حالة عدم التأكد انا بكون عارف الحالات اللي ممكن تحصل في المستقبل، بس للأسف ما عرفش احتمالها. طيب حالة عدم التأكد هستخدم اكتر من معيار. المعيار الاول هو معيار التفاؤل التام، المعيار الثاني هو معامل التفاؤل، وبقول لي هنا ان معامل التفاؤل 40%. المعيار الثالث هو معيار التشاؤم، المعيار الرابع هو معيار الأسف. وطبعا احنا هنحل الكلام ده بالتفصيل وهتفهمه كويس جدا ان شاء الله بإذن الله. طيب نبدأ في الحل. اول حاجة علشان احل لازم اعمل مصفوفة القرار اللي هي الجدول اللي احنا قلناه من شوية، لان دي الاساس اللي من خلاله هقدر استخدم اكتر من معيار عشان احدد كمية الانتاج اليومية اللي تحقق لي اكبر ربح. عشان اعمل مصفوفة القرار لازم احسب ربح الوحدة. طب انا احسب ربح الوحدة ازاي؟ احنا لسه شارحينه من شوية. ما ربح الوحدة ده بيساوي سعر بيع الوحدة انا بايعها بكام ناقص تكلفة انتاج الوحدة، هي تكلفني كام؟ هيساوي، نرجع للتمرين، فين سعر بيع الوحدة يا جماعة؟ ادي سعر بيع الوحدة 10 ريال. طب وتكلفة انتاجها؟ ادي تكلفة انتاجها 6 ريال. يبقى حضرتك دلوقتي عرفت ان سعر بيع الوحدة 10، تكلفة انتاجها 6، يبقى هيساوي سعر البيع 10 ناقص تكلفة الانتاج 6، يبقى احنا هنحقق ربح مقداره 4 ريال. يبقى كل واحدة حضرتك هتنتجها وهتبيعها هتحقق لك 4 ريال. طيب لو انتجت واحدة بقى وما بعتهاش، احنا شفنا من شوية انك لو انتجت واحدة وما بعتهاش في نفس اليوم انت هتبيعها كنفاية بسعر اقل، يبقى عشان كده ممكن تتحقق عندي خسائر في حالة عدم بيع الواحدة في نفس اليوم، اسمها خسارة الواحدة. طب خسارة الواحدة دي بتساوي ايه؟ بتساوي تكلفة انتاج الواحدة، هي هتكلفني كام؟ وانا عارف ان تكلفة انتاجها قدامي اهي 6، لسه جايبينها من التمرين، ناقص سعر بيع الوحدة كنفاية. طب سعر بيع الوحدة كنفاية كام؟ نرجع تاني للتمرين، يبقى تكلفة الإنتاج 6 ناقص سعر بيع الوحدة كنفاية، أدى التمرين، فين سعر بيع الوحدة كنفاية؟ وتباع الوحدة المتبقية في نهاية اليوم كنفاية أو خردة مقابل كام؟ مقابل 3 ريال. جميل. يبقى تباع مقابل 3 ريال، يبقى هرجع تاني للحل، يبقى هتساوي 3 ريال، يبقى 6 ناقص 3 ريال، دي تكلفة الإنتاج، دي 6، سعر بيع الوحدة كنفاية 3، الناتج هيساوي 3 ريال. يبقى أنا لو بعت الوحدة في نفس اليوم هحقق ربح مقداره 4 ريال. لو بعت الوحدة في يوم غير نفس اليوم أو اتأخرت أو الوحدة ما اتباعتش، أنتجتها وما اتباعتش، هتخسرني 3 ريال، يبقى خسارة الوحدة بتساوي 3 ريال. طيب احنا عارفين ان الاحتمالات المتوقع حدوثها او الحالات المتوقع حدوثها كانت 40 و41 و42 و43 و44 و45. يبقى امام مدير الانتاج والعمليات برضه بدايل للانتاج، ممكن ينتج 40 او 41 او 42 او 43 او 44 او 45 واحد. يبقى زي ما قلنا احنا كان عندنا حالات من المتوقع حدوثها، ممكن يطلب مني 40، ممكن يطلب مني 41، ممكن يطلب مني 42، ممكن يطلب مني 43، ممكن يطلب 44، ممكن يطلب 45. وعشان ممكن يطلب 40 او 41 او 42 او 43 او 44 او 45،
احنا قلنا انه امام مدير الانتاج بدايل بقى، يا ينتج 40 يا ينتج 41 يا ينتج 42 يا ينتج 43 وهكذا 44 او 45 واحد. علشان كده واحنا بنعمل مصفوفة القرار، ادي المصفوفة، دي الاعمدة ودي الصفوف. طيب عندي هنا استراتيجيات الانتاج. استراتيجيات الانتاج هي البدائل اللي حددها مدير الانتاج. اول استراتيجية انتاج 40 وحدة، ادي اول استراتيجية انتاج 40 وحدة. طب الاستراتيجية التانية انتاج 41، ادي 41. الاستراتيجية التالتة انتاج 42، يبقى الاستراتيجية التالتة انتاج 42. التالتة الرابعة 43 وحدة. الاستراتيجية الخامسة ان انا انتج 44 وحدة. الاستراتيجية الخامسة ان انا انتج، السادسة اسف، ان انا انتج 45 وحدة. يبقى الاستراتيجيات عندي يا انتاج 40 يا 41 يا 42 يا 43 يا 44 يا 45، ومطلوب من مدير الانتاج يحدد ايه الاستراتيجية اللي هتحقق له اكبر ربح ممكن. طيب هنا حالات الطلب المتوقع في الاعمدة. طبعا الاستراتيجيات او البدائل اللي حطيناها في الصفوف زي ما حضراتكم شايفين، في صف كامل لل 40، صف كامل لل 41، صف كامل لل 42 زي ما حضراتكم شايفين. طب ايه حالات الطلب المتوقع؟ الحقيقة حالات الطلب المتوقع لسه قايلينها من شوية، ممكن تكون 40 وحدة أو 41 وهكذا لحد 45 وحدة. عندي حالات الطلب المتوقع 6 حالات. طب تعالوا كده نشوف الخلية دي. الخلية دي معناها إيه؟ معناها الأرباح التي يمكن تحقيقها لما ننتج 40 وحدة وأبيع 40 وحدة، لأنه هتطلب مني 40 وحدة. علشان كده هبدأ أملاها. يبقى أنا لو أنتجت 40 وحدة هبيعهم بالكامل، يبقى عندي 40 وحدة في ربح الوحدة كام؟ لأن أنا هبيع ال 40 وحدة، أدي ربح الوحدة لسه حاسبينه، ربح الوحدة 4 ريال، يبقى في 4 ريال الناتج هيساوي 160 ريال. يبقى الخلية دي معناها إن أنا لو أنتجت 40 وحدة والطلب مني ال 40 وحدة كاملين، يبقى هبيع ال 40 وحدة كاملين، يبقى 40 وحدة اتباعوا في ربح الوحدة 4، يبقى هحقق ربح مقداره 160. واحدة واحدة هنكمل الجدول ده وإن شاء الله تفهموا والأمور تبقى تمام معاك. طب الخلية دي معناها إيه؟ معناها إن أنا أنتجت 40 وحدة والحقيقة مطلوب 41 وحدة، يعني الطلب مني أكتر من اللي أنا أنتجته. أنا أنتجت 40، جاء 41 زبون، كله زبون محتاج إزازة عصير، يبقى في زبون هيمشي من غير إزازة، يعني الطلب كان أكتر. طب أنا هبيع 41؟ لأ طبعا، لأن أنا ما أنتجتش غير 40. يبقى عشان أحسب الأرباح اللي أنا أنتجته 40 في ربح الوحدة، نفتكر أهو 4 ريال يساوي 160. طب هنا انا ما زلت في البديل الاول او الاستراتيجيه الاولى، انتجت 40 بس طلب مني 42، وانا برضو مش هبيع غير 40. طلب مني 42، الناس جت محتاجه 42 ازازه، بس انا انتجت 40 ازازه تصوير بس، يبقى مش هبيع غير 40، يبقى برضو ربح 160. هنا هيطلب مني 43، بس انا برضو ما انتجتش غير 40، واحنا عارفين ان انتاج ال 40 بيجيب لي ربح 160 زي ما شفنا، يبقى هيجيب لي 160. طلب مني 44، برضه مش هبيع غير 40 لان ما انتجتش غير 40، يبقى ربح 160. حتى لو طلب مني 45 هيبقى برضه ربح 160، لانه يا جماعه انا ما انتجتش غير 40 وحده او 40 زجاجه عصير، فمش هبيع في كل الحالات المتوقعه غير 40، فمش هكسب غير 160. سواء طلب مني 43 45، ان شاء الله طلب مني 100 وحده، انا مش هبيع غير 40 بس. طب مش هبيع غير 40 ليه؟ لأن ما انتجتش غير 40. طب نروح للاستراتيجية التانية وهي إنتاج 41 وحدة. يبقى أمام مدير الإنتاج والعمليات استراتيجية تانية إنه ينتج يوميا، كل يوم كده ينتج 41 وحدة. طب الخلية دي، ده هو أنتج 41 الطلب منه 40، ده هنا هتحصل مشكلة. ليه بقى؟ لأن هو أنتج 41 إزازة عصير أو زجاجة عصير، هيبيع منهم 40، وللأسف الشديد فيه زجاجة تم إنتاجها لم يتم بيعها. أيوه سامعك كويس، أنت بتقول أنت الإزازة اللي هيتم إنتاجها ومش هتتباع دي هخسر فيها، لأن أنا هبيعها كنفاية، فالإزازة كل إزازة هيتم إنتاجها ومش هتتباع هتخسرني 3 ريال. طب أحسب الربح إزاي بقى؟ يبقى الربح بيساوي 40 وحدة اللي أنا بعتهم، أنتجتهم وبعتهم،
يبقى الأربعين وحدة اللي أنا أنتجتهم وبعتهم في الحالة دي هكسب في كل وحدة 4 ريال. بس خلي بالكم ده أنا أنتجت 41، يعني لسه في وحدة ما اتطلبتش مني أنتجتها وهبيعها كنفاية، عشان كده الوحدة دي ناقص الخسائر بتاعت الوحدة دي ناقص 1 في خسارة الوحدة، احنا عارفين ان هي 3 ريال، يبقى ناقص 1 في 3. 40 في 4 ب 160، ناقص 1 في 3 يعني سالب 3 او ناقص 3، الناتج هيساوي 157. طب نيجي هنا بقى في الخلية دي، الخلية دي الحقيقة احنا انتجنا 41 وحدة والطلب مني 41 كاملين، يبقى انا هنتج وهبيع 41 وحدة. طب احنا عارفين ان كل واحدة انتجتها وبعتها في نفس اليوم بكسب فيها كام بالظبط؟ 4 ريال. يبقى 41 في 4، ارباحي هنا هتبقى 164 ريال. طب انا لو اتطلب مني 42 وحدة، انا انتجت 41 بس، يعني للأسف انتجت 41 وهبيع 41، يبقى 41 وحدة اللي انا انتجتهم وبعتهم في مكسب الوحدة الواحدة 4 ريال، يبقى 41 في 4 يساوي 164. طب انا حتى لو اتطلب مني 43 او اتطلب مني 44 او اتطلب مني 45، للأسف انا ما انتجتش غير كام؟ ايوه، ما انتجتش غير 41، يبقى ارباحي هتفضل ارباح 41 وحدة، يعني 164 ريال، سواء طلب مني 43 او 44 او 45 او حتى 200 وحدة او 300 وحدة. للأسف انا ما عنديش اصلا وحدات ممكن ابيعها او ازاز عصير غير 41 زجاجة عصير. طيب نروح للاستراتيجية اللي بعدها. الاستراتيجية اللي بعدها بدل ما انتج 40 او 41، لا انا هنتج هنا 42 وحدة. طيب تعالى للخلية دي، الخلية دي معناها ان انا هنتج 42 وحدة بس هبيع للأسف بس 40 وحدة منهم، يبقى هبيع 40 في مكسب الوحدة الواحدة 4، لأن بعتها في نفس اليوم. طيب سامعك، أيوة سامعك، أنت بتقولي إحنا ما أنتجناش 40 بس، إحنا أنتجنا 42، بعنا منهم 40 وفي 2 هيتباعوا كنفاية، عشان كده هخسر فيهم، عشان كده هقول ناقص خسارة الوحدتين، يبقى عندي هنا خسارة وحدتين 2 في خسارة الوحدة الواحدة اللي بتتباع نفاية 3 ريال، يبقى 2 في 3، يبقى ناتج الكلام ده 40 في 4 ب 160، واتنين في 3 ب 6، يبقى 160 ناقص 6 هتساوي 154. طيب نيجي للخلية دي، الخلية دي معناها ايه؟ معناها ان انا انتجت 42 وحدة والطلب مني 41 بس، جاز باين اشتروا 41، يبقى انا هبيع 41 في ربح الوحدة او الزجاجة الواحدة 4 ريال. ايوه، بس هيتبقى من ال 42 زجاجة واحدة، يبقى ناقص 1 في خسارة الزجاجة الواحدة كنفاية، عارفين إن هي 3 ريال، يبقى ناقص 1 في 3، الناتج عندي هنا هيساوي 161. طيب نيجي بقى على الخلية دي، الخلية دي تقاطع إنتاج 42 وحدة وهيطلب مني 42 وحدة، يعني هنتج 42 وحدة وهبيعهم بالكامل، يبقى ال 42 وحدة هبيعهم بالكامل في ربح الوحدة، ربح الوحدة زي ما حضراتكم شايفين وعارفين 4 ريال، يبقى 42 في 4 هتساوي 168. طب الخلية دي، الخلية دي أنا هنتج 42 وحدة والتقاطع مع 43 وحدة، يعني هيطلب مني 43 وحدة، بس أنا للأسف ما عنديش في المحل أو في المصنع بتاع غير 42، يبقى مش هبيع غير 42 وحدة. طلب مني 43، اه بس انا ما انتجتش غير 42، يبقى 42 في 4 هتساوي 168، هنا هتطلب مني 44 وانا انتجت 42، الخلية دي اهي انتجت 42. اللي ما فهمش يا جماعة اللي فات يركز دلوقتي، وهتطلب مني 44، يبقى انا مش هبيع غير 42، يبقى هكسب برضو 168، هنا هتطلب 45، انا ما انتجتش غير 42، يبقى حقق ربح برضه الربح الخاص ب 42 وحدة اللي هو 168، يبقى حقق ربح 168. طب هنا الحقيقة في الحالة دي أنا هنتج 43 وحدة، طب الخلية دي هيطلب مني 40 بس، يبقى أنا هبيع 40 في ربح الواحد 4 ناقص، أيوه سمعت، في عندي 3 وحدات ما تبعوش، في خسارة الوحدة الواحدة 3، يبقى الناتج عندي هيساوي 151 ريال. طب هنا
هنا انتجت 43 هيطلب مني 41، يعني معنى الكلام ده ان انا هبيع 41 في ربح الوحدة اللي هبيعها في نفس اليوم 4. بس للأسف انا انتجت 43 وحدة، يعني عندي وحدتين، يبقى ناقص وحدتين ما اتباعوش، هخسر فيهم كل واحدة 3 ريال، يبقى في 3 ريال. الناتج هنا هيساوي 158. هنا انا انتجت 43 وحدة في الخلية دي، يبقى الخلية دي أنا أنتجت 43 وحدة واتطلب مني 42، يعني أنا عندي 43 في المخزن أنتجتهم، هبيع بس 42، يبقى 42 في ربح الوحدة، الواحدة 4. طب الوحدة الباقية يا جماعة، لأن أنتجت 43 هخسر فيها، يبقى ناقص 1 في 3. عندي الناتج هنا هيساوي 165. هنا في الخلية دي طلب مني 43 وأنا أنتجت 43، هبيع 43 كلهم في 4، سوى 172. هنا 172 لأن طلب مني 44 وأنا أنتجت 43، هبيع 43 كلهم. هنا برضه هبيع 43 كلهم لأن طلب مني 45، يبقى 172. نروح على الاستراتيجية الخامسة وهي إنتاج 44 وحدة. الخلية دي أنتجت 44 وحدة ومطلوب مني 40، يعني هبيع 40 بس، 40 في 4. طب الأربع وحدات الباقيين هبيعهم كنفاية، يبقى هيحقق لي خسائر، يبقى ناقص 4 في خسارة الوحدة الواحدة، احنا عارفين إن هي 3. الناتج هيساوي 148. الخلية دي أنتجت 44 بس طلب مني 41، يبقى مش هبيع غير 41 في ربح الوحدة الواحدة 4، ناقص بعت 41 من 44، يعني باقي 3 في 3. الناتج هنا هيساوي 155. البديل اللي بعديه احنا عارفين هنا ان انا هنتج 44، هنا الطلب مني 42 بس منهم، يبقى 42 وحدة في 4 ريال، ناقص ايوه سامعكم، وحدتين ما تبعوش لان انا انتجت 44 في 3. ناتج الكلام ده هيساوي 162 ريال. هنا هبيع 43 وحدة لأن الطلب مني 43 وحدة، يبقى 43 في 4. طبعا أنا أنتجت 44، يبقى باقي وحدة واحدة، 1 ناقص 1 في 3. الناتج عندي هنا هيساوي 169. طب هنا مطلوب مني كام؟ هنا مطلوب مني 44 وأنا أنتجت 44، يبقى هبيع الـ44 كاملين، يبقى 44 في ربح الوحدة الواحدة 4 هيساوي 176. هنا مطلوب مني 45 وأنا أنتجت 44، يبقى 176 الأرباح بتاعتي، لأن هبيع الـ44 واحدة بالكامل، هكسب 176. يا ريت بقى كل الناس اللي ما كانتش متابعة معايا خلال اللي فات كله وأنا بعمل المصفوفة تابعهم دلوقتي، علشان حضرتك لو ما كنتش فهمت أو كنت سرحت أو ما كنتش مركز، لو ركزت دلوقتي هتفهم إحنا كنا بنعمل إيه في كل خلية من الخلايا دي. طيب نيجي على الخلية دي. الخلية دي أنا عايز أملاها. الخلية دي عبارة عن تقاطع إن أنا أنتج 45 وحدة مع حدوث حالة معينة إنه هيطلب مني 40 وحدة، يبقى أنا أنتجت 45 بس اتباع كام؟ 40. قلنا من شوية إن كل وحدة أنا هبيعها هكسب فيها 4 ريال، يبقى هبيع 40 وحدة في مكسب 4 ريال. بس السؤال بقى، أنا أنتجت 45، ال 45 وحدة اللي هيفضلوا موجودين عندي دول في المصنع مش هبيعهم، أنا هخسر فيهم، لان احنا قلنا الوحدة اللي مش هتتباع في نفس اليوم هخسر فيها لانها تتباع نفاية، هخسر فيها 3 ريال. طب انا بعت 40 من 45، يبقى باقي 5 وحدات هخسر فيهم، يبقى ناقص 5 في 3 ريال خسارة الوحدة الواحدة، يبقى صافي الربح بتاعي 145. كسبت 160 من بيع ال 40 وحدة في 4، وخسرت 15 ناتجة عن 5 وحدات بعتهم كنفاية في 3، يبقى صافي الربح بتاعي 145. نيجي على الخلية دي. اللي ما فهمش الخلية اللي فاتت واللي ما فهمش كل اللي فات يحاول يركز هنا يفهم ان شاء الله. هنا انا انتجت 45 وحدة، طيب الطلب مني 41 وحدة، يبقى انا بعت بس من اللي انا انتجته 41 وحدة، يبقى 41، واللي انا ببيعه بكسب في الوحدة 4، يبقى في 4. بس انا انتجت 45، يبقى باقي عندي من الانتاج لان انا بعت 41 بس 4 وحدات، يبقى ناقص 4 في الوحده اللي ما بتتباعش في نفس اليوم بخسر فيها 3 ريال لان ببيعها كنفايه زي ما قلنا ووضحنا، يبقى في 3. ناتج الكلام ده هيساوي 152،
وهكذا. الخلية دي مطلوب مني 42، يبقى هبيع 42 في 4. طيب أنا أنتجت 45، يبقى باقي 3 مش هيتباعوا، يبقى ناقص 3 في خسارة الوحدة اللي مش هتتباع 3. الصافي عندي هنا صافي الربح 159، هنا هيطلب مني 43، يبقى هبيع 43 وحدة. بس هبيع 43 وحدة من 45 وحدة أنا أنتجتهم، يبقى باقي عندي وحدتين، يبقى ناقص 2 في 3. الناتج عندي هيساوي 166، أو صافي الربح، الفلوس اللي أنا كسبتها ناقص الخسارة اللي أنا خسرتها. هنا هبيع 44 وحدة في 4. طبعا أنا أنتجت 45 وحدة، يبقى باقي عندي وحدة في 3، يبقى ناقص 1 في 3. عندي الناتج هنا هيساوي 173. آخر حاجة عندي، ده أنا مطلوب مني هنا 45، وأنا أنتجت 45، يبقى باقي 45 بالكامل في 4 ريال. ربح الوحدة هيساوي 180. كده احنا خلصنا مصفوفة القرار بالكامل، مليت كل الخلايا زي ما حضراتكم شايفين، كل الخلايا اتملت. هنا 160 157 154 155. طب معنى الأرقام دي ايه؟ معنى الـ68 دي ايه؟ معنى الـ68 دي ان انا لو اتبعت الاستراتيجية التالتة وهي انتاج 42 وحدة، وحصل في المستقبل ان طلب مني 44 وحدة، هكسب 168. طب الخلية دي معناها ايه؟ 154 دي معناها ان انا لو انتجت 42 وحدة وحصل في المستقبل انه الطلب كان 40، يبقى ربحي هيبقى 154. يبقى انا قدرت من خلال مصفوفة القرار اشوف ربحي لو اتبعت استراتيجية معينة وحصلت اي حالة من هذه الحالات في المستقبل. طب بعمل الكلام ده ليه؟ عشان اقدر اخد قرار. يبقى مصفوفة القرار هتساعدني دلوقتي ان انا اقدر اخد القرار اللي هيحقق لي اكبر ربح وفقا لمجموعة من المعايير. طب ايه المعايير دي؟ تعالوا نشوف أول معيار، هو معيار صافي القيمة الحالية. أنا معيار صافي القيمة الحالية، مع العلم إن احتمالات الطلب المتوقعة هي 10%، 15%، 15، 25، 20، 15. فاكرين لما كنت بقول لكم مجموع هذه الاحتمالات المفروض يساوي 100%؟ أول حاجة هنعملها هنضع الاحتمالات الخاصة بكل حالة من حالات الطلب المتوقع، وبعدين نحسب الربح المتوقع زي ما هنشوف دلوقتي. دي المصفوفة اهي، انا هنقل بس الارقام الجاهزة اللي انا طلعتها. كان عندي استراتيجيات 40، 41، 42، 43، 44، 45. كان عندي حالات الطلب المتوقع اما 40 او 41 او 42 او 43 او 44 او 45. ملينا الخلايا كلها طبعا، 160 160 وهكذا. دي عبارة عن المصفوفة اللي أنا لسه مخلصها دلوقتي، بس شلت العمليات الحسابية وهنا النواتج. دي مش أي حاجة جديدة، دي المصفوفة اللي احنا خلصناها، يبقى دي مصفوفة القرار. عشان أحل بمعيار صافي القيمة المتوقعة، معيار صافي القيمة المتوقعة، هضع هذه الاحتمالات مع حالات الطلب المتوقع. طب هي كانت بالترتيب اهي، 10% دي خاصة بحالة إن أنا هيطلب مني 40، أروح حاطط 10%. طب 15% تخاصة بإن أنا هيطلب مني 41، هروح حاطط عندها 15%. طب 15% دي خاصة بإن أنا هيطلب مني 42%، أحطها عندها، يبقى 15%، 15%. طيب 25% دي خاصة بال 43، يبقى هضعها عندها 25%. 20% خاصة بال44، يبقى هضعها عندها 20%. آخر حاجة عندي 15% هضعها عند الـ45. طب السؤال، لو أنا ما جبتش لحضرتك الـ15 دي في الاختبار أو في سؤال من الأسئلة، ما احنا اتفقنا إن مجموع هذه الاحتمالات بيساوي 100%. طب حضرتك هتعمل إيه؟ سهل أوي إنك تطلع 10% و15% 25، 15% 40%، 25 65% و20%، يبقى مجموع دول 85%. احنا لسه قايلين ان مجموع الاحتمالات كلها للست حالات دول المفروض تساوي 100%. يبقى المكمل للمية في المية من الخمسة وتمانين، أو 100% ناقص الخمسة وتمانين، هتساوي 15%. ولو شلنا الكلام ده هتلاقيها فعلا إنها 15%، أهي 15%.
يبقى ممكن يجي لحضرتك في سؤال من الأسئلة إنه احتمال من هذه الاحتمالات ما يكونش موجود، إحنا عارفين إن مجموع هذه الاحتمالات 100%. يبقى بعد ما وضعنا حالات الطلب المتوقع مع كل حالة، هنا 10%، 15، 15 إلى آخره، أتأكد طبعا إن أنا وضعتهم صح، ما كررتش رقم إن أنا أجمع دول، لو جمعتهم هلاقيهم 100% أو واحد صحيح، يبقى كده تمام. طيب بعد ما جبت مصفوفة القرار اللي أنا عملتها ووضعت الاحتمالات عشان أحل بمعيار صافي القيمة المتوقعة، أعمل إيه بقى؟ الحقيقة هحسب حاجة اسمها صافي الربح المتوقع. صافي الربح المتوقع ده بيتحسب إزاي؟ سهل أوي إن حضرتك تحسبه. صافي الربح المتوقع ده باخد كل ربح، أنا عندي الربح هنا 160، وأضربه في الاحتمال بتاعه 10%، وأرجع أجمعه زائد 160 في الاحتمال بتاعه 15%. طب تعالوا نجرب على الاستراتيجية الأولى وهي إنتاج 40 وحدة. أول ربح عندي 160، عندي 160 في الاحتمال بتاعه كام؟ الاحتمال بتاع الحالة دي أهو 10%، يبقى في 10%، حطها بين قوسين، زائد عندي هنا الربح 160، يبقى زائد 160 في الاحتمال بتاع 160 دي 15%، يبقى في 15%، زائد اخد الرقم اللي بعديه 160، لان ما زلت شغال على استراتيجية الانتاج 40، واضربه في الاحتمال بتاعه 160 في الاحتمال بتاعه 15%، اروح للرقم اللي بعديه 160، يبقى زائد 160 في الاحتمال بتاعها 25%، 25% زائد اللي بعدها 160 في الاحتمال بتاع 160 دي اهو 20%، يبقى في 20% زائد اخر رقم عندي في الصف الخاص بالاستراتيجية الاولى وهي 460 في 15%، الاحتمال بتاعه 15%، يبقى زائد 160 في 15%. عارفين ناتج الكلام ده هيساوي كام؟ ناتج الكلام ده هيساوي 160. طب السؤال بقى، ده ال 160 اتكررت كتير قوي، ما انا ممكن اروح واخد ال 160 مرة واحدة لان هي اتكررت في كل المرات، واروح ضاربها في مجموع هذه الاحتمالات. طب مجموع هذه الاحتمالات كام؟ احنا عارفين ان مجموع هذه الاحتمالات واحد صحيح هتساوي 160، وأكون وفرت كل اللي أنا عملته ده. يبقى أنا كنت بعمل الكلام ده عشان أوضح لحضرتك اللي إحنا هنشتغل بيه. أنا هاخد 160 وأضربها في مجموع هذه الاحتمالات لأنها اتكررت في كل الاحتمالات دي. طب نشيل الكلام ده ونشوف إحنا حلين إزاي. عندك في السلايدز أهو، رحت واخد أهو، قلنا مجموع ربح كل حالة في احتمال، ورحت قايل هنا 160 في مجموع هذه الاحتمالات كلها واحد هتساوي 160، وكده انا خلصت اصح. طب تعالوا بقى على الحالة التانية، ومن خلال فهمكم الى انه طالما دي اتكررت اضربها في مجموع احتمالاتها، هنلاقي ان 164 اتكررت اكتر من مرة. هي شايفين ادي 164، يبقى بدل ما اقعد اضرب 164 في 15% واجمعها على 164 في 15% وأجمعها على 164 في 25%، طب ما أنا أجمع الاحتمالات الخاصة بال 164. طب ال 157، أدي ال 157 اتقررت؟ لا ما اتقررتش. طب احتمالها كام؟ 10%. عشان كده هعمل إيه؟ هقول 157 في الاحتمال بتاعها، الاحتمال بتاعها 10%، زائد الرقم التاني اللي عندي بالنسبة للاستراتيجية التانية، لأن أنا شغال على الاستراتيجية التانية 41 أهو، كله 164 متساوي أهو، شايفينه؟ 164، يبقى زائد 164 في مجموع الاحتمالات بتاعة ال 164، تعالوا نجمعهم كده، أدي 15%، زائد 15%، 30%،
زائد 25% 55%، زائد 20% يبقى 75%، زائد 15% هتساوي 90%، يبقى في 90%. ممتاز. أيوه سامع حضرتك، بسم الله ما شاء الله عليك. زميلكم بيقول إيه؟ بيقول إن دي 10% أو 10%. أهي بيقول لي مش دول مجموعهم كلهم واحد صحيح؟ قلت له أيوه مجموعهم واحد صحيح. يقول لي طب ما خلاص، يبقى الاحتمال الباقي ده هو المتمم لل 10%، بدل ما أقعد أوجع في قلبي وأقعد أجمع والكلام ده وياخد مني وقت، ما هو المتمم لل 10% 90%، عشان تبقى واحد صحيح، لأنه مجموع دول واحد صحيح، يبقى 164 في 164 في 90% على طول، ناتج الكلام ده هيساوي 163.3. يبقى صافي الربح المتوقع للاستراتيجية الأولى 40 كان 160. طب الاستراتيجية التانية 41 كان 163.3. هرجع أحسب صافي الربح الاستراتيجية التالتة. تعالوا نحسب صافي الربح الاستراتيجية التالتة. خلي بالكم ال 154 دي الاستراتيجية التالتة طبعا إنتاج 42، 154 اتكررت؟ لا ما اتكررتش، يبقى هضربها في احتمالها اللي هو 10%. طب ال 161 اتكررت؟ لا ما اتكررتش، هضربها في احتمالها اللي هو كام؟ 15%. طب ال 168 اتكررت؟ ادي اتكررت كمان مرة، كمان مرة، اربع مرات يعني. هضرب ال 164 في مجموع الاحتمالات اللي اتكررت فيها في دول كلهم. طب تعالوا نطبق الكلام ده بقى، يبقى 154 اهي في الاحتمال بتاعها 10%، يبقى في 10% زائد 161 في الاحتمال بتاعها 15% زائد 168 في الاحتمال بتاعها. ممكن نجيبه بطريقتين، الطريقة الأولى نجمع الاحتمالات دي 15%، 25%، 40%، 20%، 60%، 60%، 15%، 75%، راح ضربها في 75%. أيوة، أو ممكن حاجة تانية، دول مجموعهم كام؟ في دماغي كده أقوم قايل دولت مجموعهم 25%، يبقى المتمم ليهم عشان يبقى واحد صحيح 75%، أروح واخد ال 75% وضاربها على طول في ال 168. الناتج عندي هنا 165 و55%. جميل. طيب تعالوا نشوف الاستراتيجية الرابعة، هي إنتاج 43 عند ال 151. هل ال 151 اتكررت هنا؟ لأ، يبقى هضربها في الاحتمال بتاعها 10%. طب ال 158 اتكررت؟ لأ، اللي بعدها 165 و 172 ما اتكررتش، هضربها في الاحتمال بتاعها 15%. طب ال 165 اتكررت؟ لأ ما اتكررتش، هضربها في احتمالها 15%. طب ال 172 اتكررت ادي مرة 2 3، يبقى هضرب ال 172 في الاحتمالات بتاعتها اهي، يبقى طبق 151 في الاحتمال بتاعها 10% زائد 158 في الاحتمال بتاعها 15% زائد 165 اهي، 165 في الاحتمال بتاعها 15% زائد ال 172 الاحتمال بتاع مجموع هذه الاحتمالات، لأنها يعني اتكررت الثلاث مرات دول، 25% 20% 45% و15% يبقى 60%، يبقى زائد 60 172 في 60%، الناتج عندي هنا هيساوي 166 و75%، واروح للاستراتيجية اللي بعدها 44 48. 148 دي ما اتكررتش، يبقى هضرب ال 148 في الاحتمال بتاعها اهو 10%، يبقى 148 في 10% زائد 155 دي اتكررت؟ لا ما اتكررتش، هضربها في الاحتمال بتاعها 15%، يبقى زائد 155 في 15% زائد ال 162، لان انا ما زلت شغال على الاستراتيجية الخامسة، هي 44 واحد اتكررت؟ لا ما اتكررتش، باخد ال 162 واضربها في 15%، 162 في 15% زائد اللي بعدها
اللي بعدها 169، اتقررت؟ لا ما اتقررتش، بضرب ال 169 في احتمالها. طب احتمالها كام؟ 25%، يبقى زائد 169 في 25%، بعدها زائد 176 دي اتكررت، اتكررت مرتين اهي. طب مجموع احتمالاتها كام؟ 20 زائد 15%، يبقى زائد 176 في 20 و15% دول 35%، ناتج الكلام ده هيساوي 166 و20%. اروح على اخر استراتيجية عندي. اخر استراتيجية لو لاحظت مش هتلاقي فيها ولا رقم اتكرر، يبقى 145 هضربها في 10%، اهو ده 145 في 10% زائد 152 هضربها في احتمال 15%، يبقى 152 في احتمالها 15% زائد 159 هضربها في احتمالها. طب احتمالها كام؟ 15%، يبقى 159 في 15% زائد اللي بعدها 166 هضربها في الاحتمال الخاص بيها 25%، وهكذا. وزائد 166 في 25%، بعدها 173 هضربها في احتمالها 20%، 180 هضربها في 15%، ادي 180 في 15% هيساوي 164 وربع. الحقيقة بعد كده هدور على أكبر ربح فيهم. طيب أكبر ربح أو أكبر صافي ربح كام؟ دي 160 ودي 163، دي 165، دي 166 و75%، دي 166 و20%، دي 164 و25%. أكبر ربح عندي هنا كام يا جماعة؟ واضح إن في غلطة هنا في السلايدز. أكبر ربح عندي 166 و75%، يبقى أكبر ربح عندي 166 و75%، ويا ريت نعدل الكلام ده، نلغي دي وهنختار 166 و75%، لأنه ده أكبر ربح عندي. طب أكبر ربح عندي خاص بأي استراتيجية؟ خاص باستراتيجية إنتاج 43 وحدة. يبقى كده أنا هختار أكبر صافي ربح، هختار الاستراتيجية بتاعته هي 43، يبقى إذن الاستراتيجية الأفضل هي اللي بتنتج 166 و75%، وهو ناتج عن استراتيجية إنتاج 43. يبقى هتعدلوا السلايدز عندكم، دي 43 أكبر ربح عندي 166 و75%، والاستراتيجية الأفضل هي إنتاج 43 وحدة وفقا لمعيار صافي القيمة المتوقعة اللي هيديني صافي الربح المتوقع. يبقى أنا بحسب صافي الربح المتوقع، بختار أكبر ربح فيهم، أكبر ربح فيهم طلع 166 و75%، يبقى أنا هختار الاستراتيجية اللي بتحقق الربح ده هي إنتاج 43 وحدة. يبقى إذن أفضل استراتيجية هي إنتاج 43 وحدة. بقرر نعدل في السلايدز، هنختار 166 و75%، والاستراتيجية الأفضل هتكون 43، هنعدل 165 و55%، دي تبقى 166 و75%، وده ناتج عن استراتيجية إنتاج 43 وحدة. جميل، نكمل. يبقى القرار المناسب هو إنتاج 43 وحدة وفقا لمعيار صافي القيمة المتوقع. المعيار الثاني هو معيار عدم كفاية السبب. يبقى احنا أخدنا بالتفصيل معيار القيمة المتوقعة، دلوقتي هناخد معيار عدم كفاية السبب. في معيار عدم كفاية السبب، أول حاجة هعملها أنا هجيب مصفوفة القرار اللي أنا عملتها قدامكم، دي المصفوفة الأصلية اللي أنا عملتها في أول خطوة، مش أول خطوة احنا عملنا فيها مصفوفة القرار، هي دي مصفوفة القرار. طب بعمل إيه بقى؟ أنا هحسب متوسط الربح لكل استراتيجية. طب احسب متوسط الربح لكل استراتيجية ليه؟ معيار عدم كفاية السبب ده قايم على ايه؟ هو مش قادر يحدد احتمال دي كام في المية، واحتمال 41 كام في المية، واحتمال 42 كام في المية. مفيش سبب معين يخليه يقول ان 45% دي مثلا احتمالها
30%، ال42 دي احتمالها 15%، وهكذا زي ما عملنا في المعيار اللي فات. لا، مفيش سبب يقول الكلام ده. فاعتبر ان كل حالة من الحالات دي احتمالها متساوي مع الحالة اللي بعدها وهكذا. الحالة دي مثلا هما 6 حالات، دي احتمالها قد دي، احتمالها قد دي، احتمالها قد دي، كل الحالات احتمالها 1. لو اخدنا 160 وضربناها في الاحتمال ده، واخدنا 164 وضربناها في الاحتمال المتساوي وهكذا، لان احنا ادينا لكل واحدة احتمال متساوي، الناتج هيطلع هو المتوسط. يبقى مش المقصود ان انا احسب متوسط الربح، كان المقصود ان انا احسب الربح المتوقع، بس علشان كل حالة من الحالات دي احتمالها متساوي، فلما اضرب في احتمال متساوي هينتج عندي نفس الناتج. يبقى الخلاصة ان انا المفروض احسب المتوسط، يبقى هنا هحسب متوسط الربح. متوسط عارفين بيساوي مجموع الارقام على عددها. يبقى بالنسبة للـ40 المتوسط هحسبه ازاي، او استراتيجية انتاج 40 عبارة عن مجموع هذه الارقام 160 زائد 160 زائد 160 زائد 160 زائد 160 زائد 160 وهكذا على عدد هذه الأرقام. عددهم كام؟ هذا 1 2 3 4 5 6، أو عدد حالات الطلب المتوقع 6. الناتج هنا هيساوي 160. جميل، هرجع أعمل الكلام ده للاستراتيجية التانية وهي 41 واحدة. هجمع بقى 157 زائد 164 زائد 164 زائد 164 وهكذا، أقسمهم على عددهم 6، الناتج هيطلع 163 و83%، وهكذا لـ42 هجمع هذه الأرقام وأقسمها على عددها اللي هو 6، هيطلع 164.5. هجمع هذه الأرقام 151 زائد 158 165 زائد 172 وهكذا، على عددها 6 هيطلع الناتج 165. عندي هنا الاستراتيجية دي 44، يبقى هجمع ال 148 زائد 155 وهكذا، هجمع كل الأرقام دي وأقسمها على عددها 6، هتبقى عندي 164 و33%. هنا نفس الحكاية بالنسبة للاستراتيجية الأخيرة أو البديل الأخير، هجمع 145 زائد 152 أهو زائد 159، بنقولها بالتفصيل عشان اللي ما كانش متابع، زائد 166 زائد 173 زائد 180 أهي، على عدد هذه الأرقام 1 2 3 4 5 6، أو حالات الطلب المتوقع 6 على 6، الناتج هنا هيساوي 162.5. بعد كده هختار أكبر متوسط ربح. يبقى نختار الاستراتيجية التي تحقق أكبر متوسط ربح. طب أكبر متوسط ربح كام؟ هنا 160، هنا 163، 64، هنا 65. يبقى واضح إن أكبر متوسط ربح هو 165. يبقى الاستراتيجية الأفضل هي إنتاج 43 وحدة وفقا لمعيار عدم كفاية السبب. وبالتالي نجد أن القرار المناسب وفقا لمعيار عدم كفاية السبب هو إنتاج 43 وحدة يوميا. يبقى احنا كده أخدنا في حالة المخاطرة معيارين. المعيار الأول كان اسمه صافي القيمة المتوقعة. المعيار الثاني كان اسمه معيار عدم كفاية السبب. شفنا ازاي في معيار عدم كفاية السبب بنحسب متوسط الربح، بنختار أكبر متوسط ربح نشوف هو بتاع أنهي استراتيجية، وتبقى دي الاستراتيجية الواجب اتباعها. يبقى كده احنا أخدنا حالة المخاطرة. نروح للحالة التانية وهي حالة عدم التأكد، وده اللي كان مطلوب مني في التمرين، معيار التفاؤل التام. يبقى دلوقتي هنقول معيار التفاؤل التام. الحقيقة في معيار التفاؤل التام، أنا علشان أحل هجيب مصفوفة القرار زي ما هو واضح قدام حضراتكم، أدي مصفوفة القرار. بعد كده هختار الاستراتيجية اللي بتحقق أكبر ربح. عشان نختار الاستراتيجية اللي بتحقق أكبر ربح، لأنه ده راجل متفائل قوي بيقول إن أنا هحقق، اللي بيستخدم المعيار ده هو
متفائل بشكل تام، بيقول انا هحقق اكبر ربح ممكن. عشان اختار اكبر ربح ممكن بقوم بخطوات سهله قوي، بحدد اكبر ربح لكل استراتيجيه. يعني عندي استراتيجيه ال40 اهي، هشوف اكبر ربح ممكن تحققه كام في كل الارباح دي، وعشان كده هشوف اكبر ربح. اكبر ربح هنا كام؟ ما هو في استراتيجيه ال40 اكبر ربح هو 160، لان كل الارقام 160، يبقى اكبر ربح 160. طب استراتيجيه 41 اكبر ربح كام يا جماعه؟ اه اكبر ربح واضح انه 164، فبختار ال 164. طب ال 42 بختار اكبر ربح 168، يبقى 168. طب ال 43 هختار اكبر ربح هنا 172. طب ال 44 هختار اكبر ربح 176. 45 هختار اكبر ربح عند 145-152 الى اخره، اكبر ربح 180. بعد كده اكبر ربح انا اخترته، شايفين 160-164 الى اخره، بختار اكبر رقم في العمود ده اللي هو اكبر ربح. عشان كده بيسموها احيانا اكبر الاكبر. يبقى مجرد ما اشوف معيار التفاعل التمام يبقى التام، يبقى اكبر الاكبر، بختار اكبر ربح كل استراتيجيه زي ما شفنا. جبنا هنا اكبر ربح لكل استراتيجيه، وبعدين بختار اكبر رقم فيهم، يبقى بختار اكبر رقم من عمود اكبر ربح. طب اكبر رقم هنا كام؟ اهو واضح انه 180. طب 180 دي خاصه بانتاج كام وحده يوميا؟ خاصه باستراتيجيه انتاج 45 وحده يوميا. يبقى القرار المناسب وفقا لمعيار التفاعل التام، وده أحد المعايير التي تستخدم في ظل حالة عدم التأكد، هو إنتاج 45 وحدة. عايز أفكركم، إحنا لحد دلوقتي أخدنا حالة المخاطرة، أخدنا في حالة المخاطرة معيارين. المعيار الأول اسمه صافي القيمة المتوقعة. طب المعيار الثاني كان اسمه عدم كفاية السبب. طيب في حالة عدم التأكد بدأنا بمعيار اهو اسمه معيار التفاؤل التام أو أكبر الأكبر، اخترنا أكبر رقم لكل استراتيجية، وبعدين في أكبر ربح ده اخترنا أكبر رقم فيهم وهو 180. عشان كده قلنا أفضل استراتيجية هي 45 وحدة أو إنتاج 45 وحدة يوميا. المعيار التاني في حالات أو في حالة عدم التأكد اسمه معيار معامل التفاؤل. معامل التفاؤل يعني، تعالوا نشوف معامل التفاؤل يعني. في معيار التفاؤل التام احنا كنا بنقول في معيار التفاؤل التام الراجل ده كان متفائل بشكل 100%، فكنا بنختار اكبر رقم. طب معامل التفاؤل، في معامل التفاؤل يبقى في عندي معامل للتفاؤل مقداره 40%. طيب يبقى في حاجة تانية اسمها معامل التشاؤم، لأن الراجل ده متفائل بنسبة معينة، النسبة دي 40%. يبقى نسبة التشاؤم هي المكمل لل 40%. برافو عليك، أيوة هي 60%. يبقى طالما معامل التفاؤل معطى في التمرين 40%، يبقى معامل التشاؤم هو المتمم لل 100%، يعني 60%. جميل، نرجع نشوف هنحل ازاي. يبقى ده بالنسبة لمعامل التفاؤل. معامل التفاؤل هنا 40%. أول حاجة علشان نقدر نحل هنحسب معامل التشاؤم. طيب معامل التشاؤم ده بيساوي 1 ناقص معامل التفاؤل، بيساوي 1 ناقص معامل التفاؤل 40%، يعني 40 من 100، يبقى هيساوي 60 من 100. يبقى أصبح عندي حاجتين دلوقتي، عندي معامل التفاؤل إمتى 40% أو 40 من 100، ومعامل التشاؤم إمتى 60% أو 60 من 100. عشان كده هحسب النتيجة لكل استراتيجية من الاستراتيجيات دي، سواء كانت الاستراتيجية 40-41 أو 42 أو 43 إلى آخره. أدي نتيجة الاستراتيجية. نتيجة الاستراتيجية هحسبها إزاي؟ هو المتفائل دايما بيبص لأكبر رقم ولا أقل رقم، ده واحد متفائل عنده تفاؤل، دايما بيبص لأكبر رقم. طب لو واحد متشائم، الحقيقة لو في تشاؤم بيبص لأصغر رقم أو أسوأ حاجة ممكن تحصل.
فلو جينا على الاستراتيجية دي، أفضل حاجة ممكن تحصل هي مش إن أنا أكسب 160، طب أوحش حاجة ممكن تحصل أو أسوأ حاجة ممكن تحصل 160. طب هنا أفضل حاجة إن أنا أكسب 164، طب أسوأ حاجة إن أنا أكسب 157. يبقى التفاؤل دايما بيشوف أكبر رقم، التشاؤم بيشوف أصغر إيه رقم. عشان كده أروح واخد أكبر ربح وأروح ضربه. قولولي بقى، في معامل التفاؤل ولا معامل التشاؤم؟ هتقول لي ده طالما اكبر ربح يبقى بتاع الراجل المتفائل، يبقى هضربه في معامل التفاؤل. طيب زائد اصغر ربح او اقل ربح، طب اقل ربح يبقى تفاؤل ولا تشاؤم؟ عشان كده هضربه في معامل التشاؤم، وطبعا دي غلطة، هنخلي دي معامل التشاؤم. تمام، ونبدأ نطبق. يبقى عندي هنا استراتيجية 40، أكبر ربح عندي 160، يبقى ده 160 في معامل التفاؤل. طب هو معامل التفاؤل كام؟ هذا ده معامل التفاؤل 40% في 40% زائد أصغر رقم، هي كل الأرقام أصلا 160، يبقى أكبر رقم زي أصغر رقم، يبقى 160 في معامل التشاؤم. احنا قلنا إن احنا هنعدل دي، هتبقى معامل التشاؤم. طب معامل التشاؤم هنا كام؟ ده معامل التشاؤم بيساوي، حسبناه طلع 6/10، ب6/10 الناتج هنا هيساوي 160. تعالوا نشيل الكلام ده، طبعا هنعدل دي، ده معامل التشاؤم، طبعا هعدلها في التكست اللي نزل وهرجع انزله تاني ان شاء الله هيكون مظبوط. طيب عندي هنا الاستراتيجية 41، استراتيجية 41 هاخد أكبر ربح. هو أكبر ربح هنا كام؟ أكبر ربح أهو 164 عموما، يبقى 164 في، طالما أكبر ربح هضربها في معامل التفاؤل، ده معامل التفاؤل 40% من 4/10 زائد، طب أقل ربح الاستراتيجية دي اللي أنا شغال عليها أو الصف اللي أنا شغال عليه ده كام؟ 157، يبقى زائد 157 في معامل التشاؤم، ومعامل التشاؤم احنا عارفين ان هو 6/10، وهكذا لكل استراتيجية. ناتج الكلام ده هيساوي 159.8. اجي على الاستراتيجية دي 42، اكبر رقم 168، يبقى اكبر رقم 168 في معامل التفاؤل 40% او 4/10 زائد اقل رقم، اقل رقم هنا كام؟ 154، يبقى زائد 154 في 4 في 6/10 اللي هي معامل التشاؤم، هتساوي 159.6، وهكذا. نيجي للاستراتيجية الثالثة، أكبر رقم 172، هذا 172 في معامل التفاؤل، أهو معامل التفاؤل، معامل التفاؤل 40% زائد أقل رقم 151 في معامل التشاؤم، أهو 6/10. نتيجة الاستراتيجية هنا تساوي 159.4. بعد كده أشوف البديل 44، بديل 44 أكبر رقم عندي هنا هو 176، هضربه في معامل التفاؤل 4/10 زائد أقل رقم 148، هضربه في معامل التشاؤم 6/10، يساوي 159.2. اللي بعدين الاستراتيجية اللي بعدها 45 وحدة، هنتج 45 وحدة كل يوم، شوف أكبر رقم 180 في معامل التفاؤل، أهو 4/10 زائد أقل رقم 145 في معامل التشاؤم 6/10، الناتج هيساوي 159. طيب أنا وصلت لنتيجة كل استراتيجية دلوقتي. أيوة سامعك، تقول لي يبقى إحنا هنختار أكبر نتيجة من هذه النتائج الاستراتيجيات المختلفة. ما أنا عندي الاستراتيجية 40 وحدة، أنتج 40 وحدة بتحقق لي 160، طب لو أنتجت 41 وحدة بتحقق لي 159.8، 42، 159.6، وهكذا. عشان كده هختار الاستراتيجية التي تحقق أكبر نتيجة. طب أكبر نتيجة هنا فين؟ لو لاحظت إن أكبر نتيجة هنا هي 160، يبقى أكبر نتيجة 160 خاصة باستراتيجية الإنتاج 40 وحدة، يبقى إن القرار المناسب وفقا لمعامل التفاؤل، خلي بالكم كان في معيار قبل اسمه معيار التفاؤل التام، ده اسمه معامل التفاؤل، هو إنتاج 40 وحدة يوميا. نشيل الكلام اللي احنا كنا كاتبينه ده.
يبقى أخدنا لحد دلوقتي كم معيار يا جماعة في حالة عدم التأكد؟ 2. أخدنا معيارين في حالة عدم التأكد. المعيار الأول كان اسمه التفاؤل التام، فاكرين؟ أيوة سمعت بتقول كان اسمه أكبر الأكبر، ممتاز. طيب المعيار التاني كان اسمه معامل التفاؤل. في معامل التفاؤل كنت بحسب النتيجة لكل استراتيجية، كنت بختار الاستراتيجية اللي بتحقق لي أعلى نتيجة. طيب تعالوا بقى في معيار التشاؤم. أي بالظبط عليك نور، معيار التشاؤم عكس معيار التفاؤل التام أهو، عشان كده هختار أقل ربح لكل استراتيجية. أدي أقل ربح الاستراتيجية دي 40، أقل ربح هنا كام؟ 160. ما كله زي بعضه، كله 160، يبقى أقل ربح ده أكبر ربح 160، يبقى الاستراتيجية التانية 61. أقل ربح هنا كام يا جماعة؟ أقل ربح أيوه 157، يبقى أقل ربح 157. طب الاستراتيجية التالتة 42، أقل ربح هنا كام؟ 154، يبقى أختار أقل ربح 154. طب الاستراتيجية الرابعة اللي هي 43 واحدة، أقل ربح هنا كام؟ أيوه 151، أختار 151. طب الاستراتيجية الخامسة 44، أختار أقل ربح 148، يبقى 148. طب الاستراتيجية السادسة والأخيرة 45 واحدة، أقل ربح عندي 145. طيب أنت دلوقتي بتقول أنا محتار، طب إحنا وصلنا لأقل ربح، أختار بقى من الأرقام أو من عمود أقل ربح أكبر رقم ولا أقل رقم؟ نقوم باختيار الاستراتيجية التي تحقق أكبر ربح من عمود أقل ربح، ده عمود أقل ربح أهو. طيب أكبر ربح فيهم كام؟ أو أحسن الوحشين زي ما بيسموها، أو بيسموها أكبر الأقل، يعني جبت أقل كل استراتيجية وبعدين هختار الأكبر منهم، أو بيسموهم زي ما قلت لك أحسن الوحشين، بشوف الوحش في كل استراتيجية وبعد كده بختار الأحسن منهم. طب أكبر ربح عندي هنا كام؟ برافو عليك 160، لأن هنا 157، 154 أقل من ال 160. طب ال 160 دي خاصة يا جماعة بمين؟ خاصة بإنتاج 40 وحدة، يبقى وفقا لمعيار التشاؤم الاستراتيجية الأفضل هي إنتاج 40 وحدة يوميا. يبقى كده أخدنا 3 معايير في ظل حالة عدم التأكد، معيار التفاؤل التام ومعيار التفاؤل ومعيار أو معامل التفاؤل، وبعدين عندنا هنا معيار التشاؤم. التفاؤل التام فاكرين كان اسمه أكبر الأكبر. طيب معامل التفاؤل، معامل التفاؤل كنت بضرب أكبر رقم في مين؟ أيوه أكبر رقم في معامل التفاؤل الزائد أقل رقم في معامل التشاؤم. معيار التشاؤم بختار أقل رقم لكل استراتيجية وبعد كده بختار أكبر رقم فيهم. هنكتفي بكده، لأن احنا لو بدأنا في المعيار الرابع والأخير من حالة عدم التأكد الوقت اللي باقي معانا مش هيكفي. سريعا في الوقت الباقي في المحاضرة هنشوف احنا أخدنا ايه النهاردة. احنا النهاردة اتعلمنا اول حاجة اعداد مصفوفة القرار. كنا بنعمل مصفوفة القرار علشان نقدر نتخذ القرار في حالتين. الحالة الاولى هي حالة المخاطرة، الحالة التانية هي حالة عدم التأكد. حالة المخاطرة استخدمنا معيارين، المعيار الأول كان اسمه معيار صافي القيمة المتوقعة. طيب المعيار الثاني في ظل حالة المخاطرة كان اسمه معيار عدم كفاية السبب. في معيار صافي القيمة المتوقعة كان عندي لكل حالة احتمال. طب هنا كان عندي كل
الحالات احتمالها متساوي، كل الحالات احتمالها متساوي، لأنه مفيش سبب كافي يرجح حالة عن حالة أخرى، أو يدي احتمال لحالة وما يديش احتمال أكبر لحالة عن الاحتمال الحالة الأخرى، عشان كده كل الاحتمالات كانت متساوية. ففي الحالة دي كنت بحسب متوسط الربح لكل استراتيجية، وبعد ما كنت بحسب متوسط الربح لكل استراتيجية كنت بختار أكبر متوسط، ده بالنسبة لحالة المخاطرة. طب حالة عدم التأكد، حالة عدم التأكد الحقيقة أخدنا فيها 3 معايير. المعيار الأول كان اسمه معيار التفاؤل التام. معيار التفاؤل التام سميناه أكبر الأكبر، فاكرين؟ ليه بقى؟ لأن كنت بختار أكبر رقم لكل استراتيجية، وبعدين الأرقام اللي أنا اخترتها كنت بختار أكبر رقم من الأرقام المختارة الاستراتيجية اللي بتحقق الرقم دي، يبقى هي الاستراتيجية الأفضل. بعد كده أخدنا حاجة اسمها معامل التفاؤل، وقلنا إن إحنا عندنا حاجتين، عندنا معامل التفاؤل وعندنا المتمم ليه اسمه معامل التشاؤم. معامل التفاؤل ده بيبقى معطى في التمرين، كان معطى في التمرين بتاعنا 40%، عشان كده قلنا معامل التشاؤم هو المتمم ليه، عشان يبقى 1 يبقى 6 من 10 أو 60%. كنا بنعمل ايه لكل استراتيجية؟ كنا بناخد اكبر رقم او اكبر ربح لكل استراتيجية ونضربه في معامل التفاؤل، جميل، زائد اصغر رقم وبنضربه، ايوه اصغر رقم، سمعك بتقول اصغر رقم يبقى في حد متشائم، يبقى كنا بنضربه في معامل التشاؤم. وبعدين كنا بنختار اكبر نتيجة من هذه النتائج، اخر معيار كان اسمه معامل التشاؤم، سميناه أكبر الأقل أو أحسن الوحشين، فاكرين؟ يبقى أكبر الأقل. كنت بعمل إيه؟ كنا بنقوم باختيار أقل ربح لكل استراتيجية، وبعدين من أقل ربح لكل استراتيجية كنت بختار أكبر رقم، يعني أنا اخترت الأقل الأقل الأقل، كنت بختار أكبر رقم فيهم، عشان كده سميناه أكبر الأقل أو أحسن الوحشين. المرة الجاية إن شاء الله ناخد المعيار الرابع في معايير حالة عدم التأكد، اسمه معيار الأسف. يا رب تكون المحاضرة مفهومة، يكون الجزء العملي اللي احنا أخدناه مفهوم، يكون خفيف، وربنا يوفقكم، وإن شاء الله نشوفكم المحاضرة القادمة بإذن الله علشان نكمل معايير عدم التأكد بمعيار الأسف إن شاء الله. شكراً.